اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. سيبنا كمل عشان ايه تمام. اليوم يعدي انا بقول لك اهو شادي، يعني في اللقطات اللي احنا شفناها كان دايما، هل كانت في صراعات على ان انت تاخد الكاس؟ عصام ياخد الكاس، عصام الحضري ياخد الكاس، ايه اللي كان بيحصل في الوقت ده؟ الناس بتحب تعرف. عصام كان عامل زي محمد ابو زولا في فيلم الارض، عارف الارض لو عطشان مش عايز يسيب. طبعا عصام الحضري النجم طبعا الكبير. طبعا انا بهزر. مفيش شك سبب البطولات دي ده الاهم. مجلس اداره بيوفر كل حاجه مع دعم جماهيري. خلي بالك الجيل اللي بيلعب دلوقتي مظلوم جدا جدا، لجماهير الاهلي مش في المدرج معاه. هنجيله بقى الجيل ده لوحده. احنا اسلام جماهير النادي الاهلي كانت معانا في كل مكان. في اليابان وفي جروه وفي صفاقس وفي ترجي في افريقيا في كل حته، في كل مكان كنا بنروح ويسافروا ورانا في كل مكان. الراجل في اليابان بالظبط، انت فاكر المسافه قد ايه؟ وتروح تلاقي جمهور قبل منك. فجماهير النادي الاهلي كانت جزء كبير جدا او العمود الفقري للبطولات. كمان لعيبه رجاله على اعلى مستوى، انكار الذات، مش مهم مين يلعب، المهم الاهلي يكسب. وانا مصمم على الجمله دي. كان الاخلاص في العمل من الجميع. ما اعتقدش ان حد كان بيجيب حد زميله لا يليق باسم النادي الاهلي زميله. ما شفتش لعيب بيروح مكان لا يليق بالنادي الاهلي. كنت بتحترم النادي في كل حاجه. كانت عقليه الجيل كانت عقليه محترمه جدا. فعشان كده هتلاقي الجيل عدد بطولات كتير جدا. واحنا اخدنا ده من اللي قبلنا بالظبط. احنا جيل مكمل لكل الاجيال السابقه. اللي قبلنا صنعوا تاريخ كبير جدا، واحنا جينا كملنا. ربنا خلانا محظوظين شويتين، اخدنا عدد بطولات اكتر، ثم جاء جيل بعدنا حقق، والجيل الموجود بيحقق. وقبلنا هو بالظبط. فهو ده النادي الاهلي بالظبط، هو ده النادي الاهلي، وهو ده اداراته، وهي دي لعيبته، وهو ده تاريخه الطبيعي. فلا يعني عصام الحضري عصام الحضري واحد من افضل الحراس في تاريخ مصر طبعا. ساعدنا بشكل كبير جدا في عدد بطولات كتير. مش هتكلم مشي قاعد، انا ما بقفش عن ده، كل واحد حر في اختياراته. خلينا نروح للحته اللي احنا عايزينها. الحضري كان حارس مرمى على اعلى مستوى، قيمه كبيره جدا وسطنا كلاعب كبير، وكان كابتن الفرق النادي